مرحبا، اليوم عندنا معلومات عن حبوب ديكسين الأصفر. حبوب ديكسين الأصفر هو عبارة عن ديكساميثازون، يستخدم في علاج الحساسية والتهاب القصبات وضيق التنفس والسعال. طبعا عندنا شباب والبنات ما شاء الله جاي يستخدمونه مشهي ومسمن، وهذا أكبر غلط. هذا أكبر غلط، لأنه يسوي هواي مشاكل، أنا خربط قبل الهرمونات أو ضعف المفاصل، هشاشة بالعظام، أو يسوي عندك حب الجسم، أو يسوي عندك بطء التئام الجروح، أو يسوي عندك يعني مشاكل لا تعد ولا تحصى. بالنسبة لاستخدامه هو مرتين باليوم بعد الأكل، يفيد ضيق التنفس أو التحسس أو العطاس أو التهاب المفاصل أو الحساسية الجلدية أو ضيق التنفس مثل ما قلنا. بالنسبة لاستخدام الحوامل حسب ما يوصف الطبيب الأخصائي عند الحاجة، هو يستخدم عادي بس حسب الحاجة الضرورية، وما يصير يستخدم كمسمن ومشهي، ما يصير، لأن بيسوي عندك ماي بالجسم وراح يسوي عندك مشاكل كلش هواي مع مرور الزمن، ويسوي عندك كوارث. تجنبوه رجاء، تجنبوه.